بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في الدرس الثاني من دورة HTML5 الخاص بصفحة المطور على الفيسبوك The Developer. في هذا الدرس سنبدأ العمل والتعرف على السينتكس أو السينتكس الخاصة بال HTML، وستعرف على أهمها والأساسيات في هذه اللغة. لم أطل عليكم المقدمة، سنبدأ مباشرة بالعمل. أنا أستخدم Dreamweaver كإديتور للـ HTML. ملاحظة، ممكن أن تستخدم أي إديتور، حتى النوت باد العادي يعمل معك على الـ HTML. إذا لم تكن متخصص وعندك الوقت وعندك الرغبة بالتعلم زيادة بلغات البرمجة، بداية مع بالبداية فقط نزل نوت باد بلس بلس. كانك تعمل داونلود لبرنامج نوت باد بلس بلس، متواجد على الانترنت ومجاني، تستطيع ان تعمل عليه وهو ممتاز واكثر مطلوب، حتى انه يعني يضاهي ريموفر. لكن ريموفر انا يعني الفكره اني تعودت عليه فقط لا غير، يعني ما بنصحك شيء عن شيء. جربت جميع الاغلب الموجود على بالماركت وكله نفس الفكره. نفتح اتش تي ام ال. خليني اتعرف اول شيء شو الاساسيات او شو الاوسمه، مثل ما قلنا الدرس الماضي شو هي التاجز اوسمه اللي ظهرت لنا الان. خلينا نفرمون التاج الاول هو الدوك تايب. هذا الدوك تايب هو التاج اللي بيعرف انه اللي حيكون موجود بهالصفحه هو HTML حسب المعايير موجوده هون، حسب المعايير العالميه المتفق عليها W3 الى اخره. ما بيهمنا كثير الكلام، بيهمنا كلمه دوك تايب HTML. اذا ما كان عندك مو مكتوب هالكلمه او مثل على النوت باد بلس بلس او اي برنامج ثاني، تكتب دوك تايب HTML بتكفيك، تعطي الفكره للمتصفح اللي حيترجم، لانه هذه البرامج فقط اديتور، فقط برامج تكتب فيهم. مفكر العاديه تنفعك، بس المتصفح عم يترجم بس بده يفهم مظبوط، فهالكلمه بتعطي فهم انه حتشوف HTML، حتشوف هايبر تكست مارك اب لانجوج بعد قليل. هذا كمان له علاقه بالدوك تايب. كمان هذا فيك بيكون موجود اصلا مثل ما شفتوا باي ديفولت، اغلب الاديتورز بتلاقي فيها موجوده السطر. بعنا عن الهيد، بيفتح الهيد، لاحظوا وسم بدايه وسم النهايه. دائما كل وسم بال HTML في له بدايه وفي له نهايه. البدايه والنهايه قد تكون مزدوجه او مفرده، يعني هذا الوسم بدايته لاحظوا ونهايته مفرده، يعني ما سكرنا هذا وفتحنا، يعني ما سكرت هذا، يعني ما عملت هيك، انا ما سكرت هذا وفتحت واحد سميته، حتى يعني تلقائيا ما اعترف انه في تسكير هيك. عفوا. بل بس الموجود انه الوسم يغلق وينفتح وبتسكر بنفس الوسم، يعني فردي بيسموه مو زوجي، هذا وسم زوجي. هون عرفنا الميتا. الميتا فكرة الميتا كلها بتختصر بكل بالخمس ست سبع عشر احرف الموجودين هون. الكاركتر سيت يو تي اف 8، يعني نوع الكاركتر اللي حيدخل، كاركتر يعني احرف وارقام ورموز وات ايفر اللي حيدخل بهذا المستند، واللي حترجمه يا المتصفح هو اليو تي اف 8. اليو تي اف 8 اللي عم تكتبه حيظهر، تكتب عربي صار عربي، تكتب انجليزي حسب اللغات الموجوده عندك على الكمبيوتر، حسب اللغات اللي بيدعمها المتصفح. هذا الكومون، يعني هذا مو عارف، هذا الشائع وهذا المعروف وهذا اللي الناس كلها عم تشتغل عليه. في عنا التايتل. التايتل هو تايتل الصفحة، يعني إذا مثلا فتحنا الجوجل، بس أورجيكم هاي الجوجل، جوجل هذا تايتل الصفحة، جوجل هذا التايتل، تكتب أنت من هالمكان تايتل، خلينا نسميه الصفحة اللي هنشتغل فيها هالدرس تكون جاهزة، تيست تايتل، تيست تيست تايتل ما حلوة، تيست تايتل مبدئيا احنا سميه تيست تايتل او ذا فير، خلص كتركها تيست تايتل، وبنسكر الهيد. بعدين بنفتح الوسم البادي
ونسكره، وبعدين نسكر وسم اتش تي ام ال اللي فتحناه هون. الشغل كله بيكون في البادي، احيانا مو احيانا لانها تكون دائما بالهيد بنفتح نوعين من الاوسمه، وسم سكريبت وسم ستايل. هاي الاوسمه لها علاقه، الستايل له علاقه بالسي اس اس اللي حنتعلمها جمل نجمع اللغه اللي هي بتزين وبتحلي وبتجمل وبتصمم الشغل تبعنا، والسكريبت لها علاقه بالجافا سكريبت او لها علاقه بالبرمجيات المضافه والمكتبات حتستخدمها. في عنا شيء اسمه سكريبت، بتسجل طبعا انت سكريبت تكتب شو تايب السكريبت، اهم شيء بالسكريبت هو التايب، شو التايب اللي حتشتغل فيه انت، تكست ابلكيشن، هذا حنحكي فيه كله بعدين، انك حتربط مثلا مكتب جي كويري او حتربط اي مكتب تاني. الكلام ما نخاف منه، اذا ما عم نفهم الكلام ما كثير نخاف منه لانه ما يعني حنوصل له شوي شوي. عندك هاي الستايل، بتسكر الستايل، هون بتكتب شيء له علاقه بالسي اس اس، حنشوف بعدين كيف حنعمل هالشيء اللي شغلتها تجمل صفحتنا. هون صفحة هون بالبادي بنبدأ بنكتب كل بالبادي، هون بنكتب كل أوسمة اللي بتساعدنا وبتعرفنا كيف بدنا نشتغل أو كيف بدنا شو اللي بده يظهر على المتصفح. أهم الأوسمة اللي عادة بنبدأ فيها الجميع بيبدأ فيها هو الباراجراف البي. طبعا عود حالك كل ما تفتح وسم سكره بعدين ادخل جواته اكتب بدك اياه. الباراجراف بي اي يعني الباراجراف اللي الشيء اللي انكتب، مثلا بنكتب this is our test web page. هذا اول وسم، وسم فتحناه، وسم سكرناه، باراجراف. في عنا وسم اسمه الديف، طبعا الديف مشان بعدين نقسم هذا حنحكي فيه بعدين حيكون اوضح لنا. الديف كان الوسم هذا نضيفه تحت، نعمل له اي دي، نعمل له كلاس، كان هذا حنحكي فيه بعدين. نفس الشيء هذا الرسم بيعمل له اغلاق ديف، وبكتب فيه انه هذا مثلا الديف هذا حيكون جواته مثلا هذا الباراجراف. يعني فكرة انه انا بعرف الديف مثلا بعرف جواته هالباراجراف، بعدين هذا الديف مثلا بعطيه كلاس، بعطيه اي دي، بعدين هذا الاي دي والكلاس هو بتعامل معه بمكتبات او بتعامل معه بالسي اس اس الى اخره، فبصير التاثير على هذا النص. اتمنى تكون واضحه. طبعا بالنسبه للتسكير، التسكير ضروري لكل وسم نفتحه. HTML5 تجاوزت هالامور ممكن انك ما تسكر وتمشي امورك بخير ان شاء الله. بس عود حالك، اللي متعود يسكر حيسكر دائما يعني. اساسيات، او خلينا نكون عشان نشتغل صح لازم دائما نعود حالنا ونعود ايدنا لما نشتغل تصميم موقع. عاده المواقع شو بتكون؟ اغلب المواقع بيكون فيها هيدر، بيكون فيها نافيجيشن، يعني شو بيسموها قائمه، يعني قائمه مشان نافيجيشن بار، يعني قائمه اللي عندها قائمه مسدله الى اخره. حيكون في ارتكلز، الارتكلز حيكون فيها سيكشنز، بعدين حيكون في عندي اسايد على اليسار او على اليمين، اللي حيكون في عندي فوتر. هذا تصميم عام لاي موقع، يعني اي موقع انت بتدخل عليه بالدنيا حتلاقي فيه هذا التصميم. حيكون اكيد في هيدر، حيكون في قوائم، حيكون في جنب يمين جنب يسار، حيكون في فوتر. مثلا هذا الموقع، يعني هذا الموقع بي اتش بي بيحكي على بي اتش، هذا الموقع مثلا احنا عندنا هون في هيدر لهذا الموقع، في هاي نافيجيشن ممبرز فورمز، يعني هاي القائمة يمكن تكون 20 صفحة وما بعرف يعني. نفوت على الهوم تبع، في عندي هون سايد، هون مثلا هون حاط الإعلانات هو بالسايد، في هون هاي السكشن الأساسي، هاي أرتيكلز فيك تسميها، فيك تسميها بكرة ديفيجنز، هي الديف حكيت لك عنها، فيك تسميها شو بدك القطعة هاي. وفي عندك آخر شيء لازم يكون في فوتر، فوتر بنكتب فيه كوبي رايتس، وحاطط هون حاطط اعلان الاخ، وحاطط كم ممبر شيب والى اخره، والامور هي كلها اللي عنده. الموقع يعني الف باء تصميم مواقع، يعني يكون عندك الامور هي كلها. فشو احنا شو نسوي؟ احنا عشان نشتغل صح بنكتب وسم هيدر، حنطر لك اياه، بسكر الوسم. بعدين حاول عشان تكون مرتاح، حاول انك تحط الاشياء اللي داخل بعض. يعني الهيدر، النافيجيشن
وعلاقته بالهيدر ما هي علاقة بيرنتس ما هي علاقة أب وولد، ما هي تشايلد وبيرنت، ما هذا ما هو تابع لهذا. فهذا لحاله فبيجوا على نفس المستوى من السطر، يعني على نفس المستوى من السطر. حتى لو كان الهيدر هون عشان تكون عم تشتغل صح لازم يكون نافيجيشن على نفس السطر. لما يكون عندك بيرنتس تحت الهيدر بتحطه، يعني مثلا الهيدر في جواتها ايمج، بتحط انا الايمج مثلا هيدر هيك حيكون في ايمج، بحط الايمج جوا. هل يمكن البعض يقول انه يعني ليش الكلام هذا؟ هذا الكلام كثير ضروري لقدام. طبعا نحط ايه مثلا، ايه هي اللينك؟ يعني مثلا نحط هون لينك HTTP SW. بحط الجوجل، سوري www.google.com، بغلقه وبغلق الايه مثلا بقول له please click here click here. اوكي، هلا هيك الهيدر هو البيرنت وهذا التشايلد تحته. ليش هيك؟ عشان يكون شغلك منظم، عشان الناس تشوف عندك شغلك بروفيشنال منظم مثل ما بتشتغل العالم. عندنا النافيجيشن، النافيجيشن طبعا هنتعرف بعدين كيف بدنا نعمل جواته قوائم، هنحكي فيها بعدين. حيكون مثلا في عندنا سيكشن ولا ارتكل، خلينا نسميها ارتكل. ارتكل هون حيكون جواته سيكشن، فلازم اعمل تاب واكتب هون سيكشن. السكشن هون حيكون عندي، ممكن احط باراجراف واكتب هون this is the first section، وسكر الباراجراف وسكر السكشن. والافضل انه شو نشتغل، حط هذا هيك اعرف child من البيرنت، سكشن ثاني بس دول نفس المستوى. اذا طالما انه نفس المستوى بيكونوا على نفس مو نفس المستوى، فاثنين تشايلد لهذا الاثنين هذول السكشن، هذا هو تشايلد وهذا تشايلد لهالبيرنت. اذا نفس المستوى، اذا على نفس المستوى السطر كمان لازم يكونوا. هون حط البي باراجراف مرة كتير بكتاب انا 1 و 2، سكر السكشن واهتم بالجمالية ظهور الكود تبعك بشكل مرتب. هذا نسكر الارتكل حلو، عم يكتشف لك نعمل اسايد ونسكره نشوف الان شلون. بعدين الان هذا كله تابع، هذا طبعا اسايد طبعا مثله مستوى. اخر شيء حعمل فوتر فوتر وبسكر الفوتر وبقول له هون جواته بقول له ثانك يو فور يور فيزيت. بحب التعجب ما بعرف ليش. هاي موقعنا، هاي هيدر، هاي نافيجيشن، هاي ارتكلز سكشن 1 وسكشن 2 وهي الفوتر. هيك بنكون احنا بدأنا موقعنا الأول. إذا حبينا نشوفه نعمل سيف عندي وخليني بهذا ال HTML اللي عملته، نعمل تيست وين HTML، نعمل فولدر جديد نسميه new HTML. إذا بتحبوا نسمي نفس الأسماء كلياتنا، وهذا first أو مو first، شو بتسميه؟ syntax، لا، أوكي test 1، الدرس الأول يعني. نعمل save بكل بساطة الآن، نفتح الصفحة. خليني على طول اخذها امسكها من هون لهون، بمسكها بحطها بالمتصفح صفحتي، انا حطيت معي امسكها بحطها بالمتصفح المطلوب. هاي صفحتنا،
اي صفحة على بتقول لي انه شو هاد، اوكي هذا هون بليز كليك هير، حياخذنا على جوجل. This is section 1, the one section, this is the two section. Thank you for your visit. هذا هو موقعنا الأول، صفحتنا الأولى على الإنترنت. طبعا مو هي العيشة اللي نعيشها، ولكن بداية تعرفنا كيف نقدر نعمل، تعرفنا على الأوسمة، تعرفنا كيف ننظم موقعنا، وجوا هلا حنتعلم كيف بدنا نشتغل. هذا درسنا الاول او درسنا الثاني عفوا، لكن درس الاول العملي حتكون دروسنا كلها عملية ان شاء الله. طبعا انا شايف انه اكثر من 15 دقيقة ممكن يكون هذا الرينج، 15 دقيقة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.